كان هذا بورتري حميد بوشماط. حميد، وحنا كنشاهدوا البورتري حسينا بواحد التاثر وانت تتكلم على افراد عائله ديالك واللي كنتي معاهم اون جروب. توحشتيهم؟ توحشتي تخدم معاهم؟ توحشتي تكونوا اون جروب اونكور اون فوا؟ توحش نكونوا في الخشبه كما كنا هذه شحال، ولكن ديال الوحش خوتك ديما توحشهم ولا خواتاتك؟ بيان سور، الله يخليهم ليك. بارك الله فيك، شكرا. حميد، وانا تنقدمك تكلمت على 30 سنة مسار فني، إلا بغيتك تلخصها ليا في جملة، أشنو تقول على هاد 30 سنة؟ 30 سنة تجربة و 30 سنة ديال العطاء. تبارك الله عليك. وحنا تنتكلموا على العطاء، تنتكلموا على العطاء من بين الأغاني اللي متأتي بها جمهورك سواء في المغرب أو لا خارج المغرب. سلام عليكم، شنو رأيك تسمع علينا وتبدا تكون بدايتنا؟ سلام عليكم، يعني أغنية اللي عمرها ولا تقلعت من الريبرتوار هي الهدية الأولى للجمهور اللي كيكون حاضر ولا اللي كيكون حاضر ميم في الشاشة. إيوا السلام عليكم. سلام عليكم. تغريدة، تفضل حميد. شكرا. السلام عليكم. Une ambiance très spéciale sur le plateau.